أما الكبرى ألخصها لك بأننا نعيش فوضى العمران. أروح على رجليك شوف أخويا، أروح على رجليك شوف. ناتر ناترنا إحنا ما نقدروش ناتر. الناس ديجا كرهت غلبنا، هضرنا يا شاك فوان شكي وشاك فوان الناس الناس خرج ريكلامي. إحنا شراك نهار اللي تطرق العملة راهي تدي كارثة، دير كارثة تدي كارثة في البلاد. إحنا كتبنا لكل البلديات، كتبنا في الجرايد، كتبنا للبلديات، درنا اجتماعات، ذكرناهم بالقوانين، لكن لا حياة للمكينة. يبدو أن السلطات المحلية ترفض الاعتبار من كل الكوارث التي ضربت مختلف ولايات ومدن الوطن من فيضانات بسبب عدم احترام مقاييس البناء أو إنجاز بعضها على مستوى الأودية رغم تحذيرات الخبراء، ما يجعل شبح الموت يتربص بأخف الجزائر. الإشكالية هذه إشكالية فوضى البناء اللي ظهرت مؤخرا خصوصا بعد عملية زخات المطر الأخيرة وظواهر ما يسمى عند العامة بالفيضانات. هذه القطرات من الأمطار أو هذه التساقطات المطرية أظهرت الكثير من العيوب التي جعلت أيضا حتى من السلطة الوصية سواء وزارات داخلية أو وزارات معنية بقيام بعملية تحقيق ميداني، لأن هناك الواد وهناك عادة مساحة ما يسمى بمساحة الفيض أو مساحة الارتفاق يمينا وشمالا على الواد، تلك هي المساحة التي يجب عدم البناء فيها. احنا ما نشوفوش الظاهرة بحد ذاتها ولكن نتيجة الظاهرة، نتيجة الظاهرة اللي هي قال مثلا ناس يموتوا، قال ديار يريبوا، قال كذا. هذه انت كي تروح تبني في مجرى واد واش تستنى؟ تبسة في 12 من سبتمبر الماضي، المكان وسط المدينة، السبب فيضان واد الناقص، الحصيلة وفاة طفل وخسائر مادية طالت عشرات السيارات. تبسة أيضا واد الناقص، واد وزعرور اللي يشق المدينة إلى 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 النصف أو إلى نصفين. الواد هذا اللي حدث فيه الفيضانات واد زعرور الذي تم الاستيلاء على ذلك الواد وتحويله إلى قناة تحتية، بعد ذلك تم الاستيلاء على ضفاف تلك الوديان وبنوا فيها بناءات شرعية وغير شرعية. هناك من قام بعملية البناء بدون رخص بناء، بعد ذلك اتخذوا من القانون 08/08/15 قانون التسوية كمطية إلى تسوية الخطأ. هناك أيضا العديد من القطع الأرضية على ضفاف ذلك الواد أيضا أسندت إلى مشاريع ذات طابع عمومي أو ذات طابع خواص، إلى بعض الخواص لإنشاء ترقيات عقارية ومشاريع تجارية. هذا الأمر اللي كان من ضمن الأخطاء الفادحة. يعود السبب الرئيسي لحدوث فيضانات دبس الأخيرة إلى انسداد فوهة القناة التحتية بسبب الأتربة والحجارة الصغيرة والمتوسطة الحجم، لكن من أين أتت هذه الأخيرة؟ عندما تمر هذه الأمطار عبر هذه الوديان الطبيعية فإنها تجر وراءها كل من حولها، وتأتي الكارثة في كثير من الأحيان من الولايات. وقد وقعت كارثة قبل الأيام الماضية في مدينة تبسة في هذا الحي، في هذا الواد، واد الناقص اسمه، واد الناقص. ونحن نعلم أن هذا الواد يبقى إلى مجراه الطبيعي، فالأصل أن الإجراءات الإدارية تتم قبل وقوع الكارثة. يجب معالجة المشاكل الاجتماعية والقانونية والإجرائية والإدارية قبل وقوع الكارثة. القناة التحتية اللي كانت ذات أبعاد نوعا ما معتبرة انسدت، فلهذا عند انسدادها في سفح الجبل أو عند المدخل للمياه بعد ذلك الأمور كانت مسدودة، رجع الواد إلى مساره الطبيعي وكان فوق 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 تلك الطريق التي أنجزت فوق الواد. تعود الأتربة والحجارة بالدرجة الأولى إلى هذه الورشة المخصصة لبناء عمارات، وحسب شهود عيان التقينا بهم أكدوا لنا بأن صاحب المشروع قام برمي الأتربة على ضفاف واد ناقص، كما أن ظروف تهيئة هذا الواد كانت تتم بطريقة فوضوية. توغلنا إلى داخل هذا الحي المعروف باسم الجزيرة لنقف على هذه المشاهد الكارثية. روز
زيد باتيمون وحوانيت ومرشي من تحت باتي جاك هاي باتي جاك مبنيه فوق الماء وداير بها واد واد طين وماء هاي لابريف ها الردم تاعها شوفوا مطيشين قافلين به الواد المشكل كل ذم المشكل كل ذم عليه مضيقوا بالبيتون كان واسع الواد نورمال قبل حكموا بالبيتون ضيقوا ضيقوا درك كي تجي درك الحمله تاع الواد حمله من الجبل سامحني الحمله كي تجي من الجبل واش تجيب معاه؟ تجيب معاه الكراستري تاع السيارات تجيب معاه الحجر وين؟ تبلوك كل ثم كل ثم في الواد علاه؟ محصور الواد البلديه غايبه زبيله كلمه البلديه ها؟ ما حطوهاش في الواد الواد تاع ما واش تاع زبيله درك المشكل مشوا في الواد المشكل في خدمة الواد ذركا هما جاو خدموا سور بالحجر والسيما برك هذه ماشي خدمة ها هنا مامو واد يطلع أفوا يطلع بيتون أرمي يطلع حديد وبيتون برك ما تخدمش لي الخدمة هذه هاو كاين واد مغلوق لهي شكون اللي غلقوا؟ إيه غلقوا هما شكون اللي غلقوا؟ غلقت المسايين شكون اللي غلقتونا؟ غلقوا واحد من هنا إيه غير خاطر مسائل اللي راه دخل باتيجيك اخويا شوف ترى باتيجيك شوف واش دار ولد من لهنا هاك تشوف فالكاف هذا اللي طالع راه تراب هذا راه ولد راه يرد ماذا وما كانش راه يدير مردومه هذا كان يقدر ربي يطيح هذيك كان يقدر ربي انشراف تاع تربه ولا يهبط الكل يجي لهنا للكارتي هذا ولا لا احكم واحد السيد هنا زعما يبيع البلايصه دي تاع التراب حكم ردم ماك الواد من هي حشاك ردم فك الدوره دي كيردم من ثم الماء فاض كل من جاب قوه الماء جاب قوه دي بوش الشارع وري ومدي استهلكنا 700 800 1000 مليار 2000 مليار لكن في مشروع يعني وهمي يروحوا الى 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 سفوح الجبال ويقوموا بشق قنوات اخرى قد تقاوم سنه سنتين لتحويل الواد الاصلي عن مساره لكن بعد ذلك تاتي سنه واين تكون تساقطات المطريه ويرجع يرجع الواد الى حاله الان اقول ما مصير من توفوا وكانوا ذاهبون او كانوا راجعين الى بيوتهم ما مصير يعني الطفل ادم في تبسم سكنات مبنيه على جيوب الاوديه هي ليست بسكنات فوضويه وانما سكنات بعقود امتياز هنا كل شيء مقنن ولكن بطريقه غير قانونيه كل تبس كل عقد عرف تبسكم جيب لي اللي عنده النوتيري ما كانش في البلاد في السنتر فيل كارت براني عقد عرف عندي ورقية عندي ورقية ربع عائلات عندك الوراق من عند البلديه عندي ورقية اعطونا التريسيتي اعطونا الماء اعطوهم الغاز دوبيل حبسني جاتك التريسيتي حبسني جاتك الماء حبسني جاتك الغاز دوبيل حبسني كل شيء عندنا عند تتبعنا الى مسار الواد والاحياء التي مستها عمليه الفيضانات وجدنا بانه هناك من لديه رخصه بناء تسوية وليس مبني على ضفاف الواد مبني فوق القناة لم يصل حجم التجاوزات عند هذا الحد وفقط فبغض النظر عن المساكن الخاصة توجد منشآت عمومية مبنية على ضفاف الواد نعلم علم يقين وعين يقين وحق يقين أن كل الإجراءات تتم وفق المصالح الذاتية والشخصية لمختلف المصالح الإدارية وغيرها ولذلك نجد كثير من المنازل والبيوت على حافة الطرقات وعلى حافة الشوارع مبنية بطرق غير قانونية وهي عشوائية ثم تتجه إلى المصالح التقنية البلدية وتدخل فيها هناك حسابات ذاتية واللامعيارية أن النقود تسري في عروق الأوراق ثم ترقم هذه المساكن وترسم ودخل عليها الإجراءات القانونية في قانون 08-15 كان زيرويت لم تستوعب القناة حجم المياه المتدفقة لتفيض وتسري فوق القناة الإسمنتية الواد يعود إلى مجراه الطبيعي الكارثة تحصل من المسؤول؟ شوف عجلتنا براحة بتروحوا شوف Oh, yeah. Thanks.
لما تشوف مسار الواد تم تقليصه، فرضنا إذا سلمنا بأنه البناء على ضفاف الوديان يعني مسموح، وحتى إذا سلمنا بأنه التسوية كانت بنيات صادقة، لكن أن تسوى وضعية شخص مبني فوق تلك القناة اللي هي قناة تصريف مياه الأمطار، تصريف المياه الصرف الصحي لمدينة بأكملها ليس لحي فقط، سيد بني فوق منها وعنده التمليك الآن في التعديل، أنه رخص البناء اللي ما يعرفهاش المشاهد بأنه رخص البناء قد تمضى من طرف رئيس البلدية، قد تمضى من السيد الوالي، قد تمضى أيضا من السيد الوزير حسب أهمية ذلك المشروع. في بعض الأحيان أيضا وجدنا بأنه هناك رئيس بلدية قام بعمله، لكن الوالي بالرغم أنه هناك رفض من المصالح التقنية اللي هي مصالح التعمير، مصالح الري، مصالح كل المديريات، لكن تعنت الولاد في بعض الأحيان قام بإمضاء رخصة بناء باسم استثمار معين لصالح شخص معين اللي قام بإنجاز مشروع أو عملية بناء على منطقة محظورة وممنوعة أصلا. كل هذه الإجراءات في الأصل أنها تمضي في الواقع، كل يتحمل مسؤوليته، الإنسان الاجتماعي، الإنسان السياسي، الإنسان الاقتصادي، الإنسان التقني، الإداري، كل في مكانه ويتحمل كل واحد مسؤوليته. قسنطينة، في 19 من سبتمبر الماضي، المكان الطريق الوطني رقم 27 الرابط ما بين قسنطينة وحمى بوزيان كانطولي، الحدث فيضان واد زياد، الحصيلة وفاة شخصين وخسائر مادية طالت عشرات السيارات. احنا سكان حي جسر بوبربرة عبد الحفيظ المتواجد بين اقليمين بلدية قسنطينة وحمى بوزيان، عانينا بزاف من الواد هذا، كيطاحوا لنا ولادنا، لقينا حتى الجماجم ميتة هنا. واش تحكي كيما خويا، الواد هذا راه دار كارثة، والكارثة اللي دارها عمرها صرات صاب مدة عوام وهو يحمل، ما حملش كيما الخطرة هذه. هو واد زياد هذا الامتداد تاعو يمتد منا شمالا من جبل وحش، مكان مسمى فرندا هذا، وين لاتيتود تاعو الديباس لي 1000 متر. والواد زياد الموقع تاعو هو طايح في مكان منخفض، هو طايح في المكان اللي كيما نقولوا راهو في منطقه محاذيه بين بلديه قسنطينه وبلديه الحمى، هو طايح في حدود بلديه قسنطينه يعني على المنطقه الحدوديه. لاتيتود تما ما تتعداش 365 متر. الان الماء سرعه المياه يعني الكميه تاع الماء اللي نزلت في 20 دقيقه هذيك هي نفس الكميه اللي مرفات سيح في 3 اسابيع. صحيح ان الامطار كانت غزيره، لكن للمختصين راي اخر. بالنسبه الى قسنطينة واد زياد اللي ينزل من يجري من اعالي جبل الوحش نحو الحمى بوزيان، اللي يمر عليه الطريق الوطني رقم 27 المار من قسنطينة الى جيجل، اين تم انجاز بطريقه غير مدروسه ايضا ممرات مائيه، وعلى ذلك على ذلك الواد ايضا مما صعب الاشكال ومما فاقم من عمليه الفيض هو ايضا فيضان ذلك الواد، انه الناس بنات على ضفاف الوديان على مسار كل الواد، وعند استواء الواد جانب الحمى بوزيان تم البناء داخل الواد اصلا. احنا عندنا اشكال هنا، نزلوا الكاتع قسنطينه، الكاتع قسنطينه الناس بنات في سرير الواد، في لولو دي واد، الناس بنات في جوانب الويدان، في ليبارج تاع الويدان، الناس سبقت للطبيعه ببنيان سي طافي نورمال، يجي نهار وين الطبيعه تحاول ترجع لحقها. هذا هو الاسباب. والناس هذه اللي بنات، احنا عندنا نوعين من الناس، كاين اللي بنا بدون رخص بناء وعلى مرأة من المسؤولين تاع المحليين تاع مثلا بلدية الحمى، وكاينين الناس اللي بنوا برخص بناء طبعا، ولكن رخص بناء ما داروهاش حتى مهندسين معماريين. بالرغم من المراسلات المتكررة لهيئة المهندسين المعماريين بقسنطينة إلى مختلف البلديات التي تعرف وجود أودية عبر إقليمها لإفادتهم بقائمة المهندسين المعماريين الذين أعدوا ملفات طلبات رخص البناء، إلا أنها رفضت. تحذيرات خبراء ضربها مسؤولون عرض الحائط. احنا كتبنا، احنا قبل ما تصير الكارثة
واش نقول لك كاتبنا بلديه الحمام حبوش يدير ياك زيونا ريسبسيون في الرساله اللي بعثنا لهم، حتى نولينا بعثنا عن طريق رئيس الدائره. وحنا بان يعني بان نوليو الناس نقولوا لهم عندكم كيجي واحد يبني لازم بيرخص بينا، ورخص بينا لازمها تكون عندها مهندس معماري معتمد، لان عنده مسؤوليه مدنيه ومسؤوليه جزائيه، وهو اللي يقدر يقول حتى للمواطن هنا تبني وهنا ما تبنيش. الرخصه خلاه المحليه عندها جزء كبير، عندها جزء كبير المسؤول. نشوف السلطات المحليه اللي تمد الرخصه، كي نقولوا ما نعموش، السلطات المحليه اللي تمد الرخصه بالنسبه لهذم لي زوتو كونستركتور، الناس اللي يبنوا واحد 100 البلديات ما عندنا وين نهربوا، واحد ما يمد الرخصه الا البلديه. تنص أحكام المادة 55 المعدلة من القانون رقم 2990 المؤرخ في الفاتح من ديسمبر سنة 1990 على وجوب إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخص البناء من طرف مهندس معماري ومهندس معتمدين في إطار تسيير المشروع. يحتوي المشروع المعماري على تصاميم ووثائق تبين موقع المشروع وتنظيمه وحجمه ونوع الواجهات. لم يحترم قانون 29، لم يحترم قوانين التعمير، لم يحترم أي معايير. هناك وجدنا تقريبا في 25 ولاية التي قمنا بزيارتها لا توجد حتى مبدأ دراسة لدى المسؤولين، يعني حتى دراسات أو التوجيهات من خلال مخططات التعمير. المناطق التي لا يجب البناء فيها، المناطق التي يجب البناء فيها لم تحترم أصلا. هناك استعجالية، هناك فوضى عارمة تمارس من طرف الجمعات المحلية، المسؤولين التنفيذيين المحليين قبل أن يمارسها ذلك المواطن. الفيضانات حدثت والخسائر سجلت والمتضرر الوحيد هو المواطن. السيارة هذه على بالكم بلي درت الحملة الأخرى هذه تاع الواد هذا الفيضانات، كيما قلنا للطوموبيل لاسيرونس قالت لنا حنا ماكمش مسؤولين عندنا ما نعوضوكمش. حنا واش نطلبوا؟ نطلبوا من الدولة درك تدخل قالها الاخر، حنا هذه قالها الاخر نخدموا بها، هذه هي السيارة كيما يقولوا. انا سايق سيارة اجرة نخدم بها هذه، انا ضرينا بزاف. اتجهنا للدرك الوطني وقدمنا بعض الملفات، سمعنا قال لك الوالي راه نعوضوا الناس اللي مضرورين، بعض الناس اللي مضرورين قال لك رانا نعوضوا لهم. دون مانيير جينيرال Nous disons que les gens qui ont une assurance tout risque sont couverts et seront remboursés, ou bien ils ont été déjà remboursés. ممكن تكون ولا ممكن تجي من بعد، بصح تجي على حتى الساعه، حتى الساعه ممكن حتى قرار يعني او حتى وثيقه رسميه تثبت هذا. لا لا احنا بصفتنا كشركه تامين، شركه تجاريه، تسمى نعوضوا على حساب واش كان في العقد. كل ما حدث وانجر عنه من مخاوف لم تقلق القائم الاول عن الولايه، كون الفيضان لم يصل حد الكارثه، ما يجعلنا نتساءل ما الفرق بين الوقايه من الكارثه والعلاج منها. كانت الوطأة خفيفة، ما فيه لا انزلاقات ولا يعني مساس بالمزال المنازل تاع المواطنين، وما عدا الضحيتين على كل حال كانت ربما كانت تكون فيه يعني عواقب أخرى كبيرة، لكن الحمد لله ما كانش فيه شيء كبير إلا الوفيتين اللي سجلناهم هذا المساء، لكن الحمد لله كانت فيه النتائج يعني الخسائر كانت خفيفة والحمد لله. وهنا بصدد رفع جميع المخلفات تحت الفيضان. بالعاصمة تشيد عديد المشاريع من قبل الخواص فوق أودية أو على ضفافها، بل هناك أحياء عتيقة منجزة فوق أودية. راهم بنين كاع فوق الويدان، كاع فوق الويدان المارشي وراه يبني هذا الجديد هذا تاع اللي هم فاصل المارشي. صح. سونيغاز هذا شو اسمه البوست، البوست ديكار تاع سونيغاز. بوست ديكار تاع سونيغاز راه فوق الواد سوا سوا. فوق الواد. فوق الواد. من كيما راه الجمعي راه فوق الواد. صح. عندك بسه راه فوق الواد. راه فوق منه واحد اخر راه بنا فوق الواد. دحمان الحراشي قال لك شراه صحا ولا وشراه قاويدان.
ما كاش الويدان درك كاع بناوهم كاع ما حتى واد عريان وما كاش حتى تاع بكري تجي حتى تاع بكري تاع 8 ايام و 9 ايام ما نخرجوش من الدار والله غير لحقت غير تدي كاع لا سيتي هذه تروح هاد لا سيتي تاع لا سيتي تاع سيتي انديجان هذه خاطر كان سيتي انديجان كان سيتي كناب كان سيتي بون فونتين هادو راهم كاع رايحين مع الويدان بون لا سيتي بصح الواد راه في جنبهم جاو من هبا ودبا صدموا على الويدان غلقوهم بناو فوق منهم منا من عند بساوح بطلعهم كاع ما كان حتى واد راه تحوس على الواد ما كانش غلقوهم ما همش مريسبكتين كاع الميطراج ماشي شويه بزاف غاشي هنايا ما نقولوش غير هو باش ما نغطوش مس بالغربان نمسحوا في كاع كاين بزاف عباد هنايا ما ريسبكتاوش كاين اللي جبدوا سالا حنا كيما حنايا الفوقه جبدنا 7 مترات هذه يعني نقول لك عندها 20 سنه اللور صح نهار داروا لي روكار الاولين هذوك جبدنا ريسبكتينا ومن بعد ولات الخلوطه او ولات هاي الريزلطه ونلحقنا هذوك واتقاوش بالشراقه مرقون خواص يعرضون حياة الجزائريين للخطر قلت له هذاك حبي يسلك روحه هذاك شرف الواد وحبي يسلك روحه حبي يبيع لكم باش هو يهرب قلت له راكي تشوفي بعينك شوفي الماء قلت له راجعي يسمى شريتي دار داخل الواد هذا ما كان شريتي دار داخل الواد وراكي تخزري بعينك الماء وراه يمشي شكون اللي طالوا لاكريمون البلديه كلات الاوربانيزم كلاو كاع كلاو باش طاول أغلق نهار اللي حبسوه هنا تاع قاوش حبسوه راح البلدية غلق الباب بلدية بكمين طلعوا الكمين غلقوا الباب تاع البلدية مراسلات عديدة من قبل سكان حي قاوش للسلطات المحلية عن التجاوزات العديدة لمرق خاص لم تجدي نفعا وبقيت مجرد حبر على ورق طاما لم يجاو خلاص وعدونا بالوعد بلي راح سمانة هذه راح يديماري المشروع بصح ما كاش لا حياه لي من تنادي يقول لك يبربرك بصح ما تجوز الاخر ما كاين والو ما شفنا والو ام يقول لك خلاص قبل جوي قال لك نجيبوا الاخر الانتربرونور جا لهنا وشاف وحبطنا حنا تاع الحي جاو وراو له كاع الواد وقال لك حنا نديماريو سمانه هذه نبداو ما جاو ما شفنا ما والو ما وعدونا بالباطل كما يقول الاخر لا حياه لي من تنادي واد الحلوف بالشراقة والذي يقسم المنطقة إلى قسمين نحن الآن بشارع فلسطين فوق القناة التحتية للواد حالنا حال هذه المساكن قصدنا أحد المنازل الموجودة بالحي pour nous donner de laisser 4 mètres pour les riverains de chaque côté, ça fait 8 mètres pour le passage des engins au cas que cette rivière se bouchera. Ça permet de pouvoir déboucher le passage descendant d'en haut et il passe par là. Passage sera de 4 mètres du voisin et 4 mètres de ce côté. D'accord. Tous les riverains sont d'accord, ils ont reçu le courrier et ils respectent cette nouvelle instruction de laisser 4 mètres de chaque côté, ça fait 8 mètres de large. Sauf la société qui est là, qui construit un immeuble, une fois qu'ils ont commencé à finir la construction, ils ont pris leur décision depuis 2 jours, ils ont construit un mur et ils l'ont briqueté. Sans demander l'autorisation à aucune, ni à l'hydraulique ni aux riverains. Et ils ont obstrué le passage de la rivière. S'il y a un problème pour cet hiver et ces jours-ci surtout, il y a des alertes de BMS, tout ça. Si la rivière se bouche, l'hydraulique sera empêchée de pouvoir passer. Parce qu'il y a ce mur qui gêne réellement, il est fait en briques et en béton. تنص المادة 12 من قانون الموارد المائية الصادر ضمن الجريدة الرسمية بتاريخ 4 سبتمبر 2005 في داخل مناطق الحافة الحرة أو المناطق الخاضعة لارتفاقات الحافة الحرة يمنع كل بناء جديد وغرس وكل تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط
يمكن أن تلجأ الإدارة المكلفة بالموارد المائية إلى قطع الأشجار وكذا هدم كل بناء موجود مع مراعاة إصلاح الأضرار. مثل الوزير يعني هو يكون في اجتماعات مع الوالي مع نظرائه تاع القطاعات الأخرى فيعطي رأيه، ولكن هل رأي الموارد المائية تقدر تقولي هل هو أقوى بقانونه الحالي؟ دوك مشكل كبير تاع السكن يصيب أرضية نقولوا له بلي ممكن فيه احتمال، هل الاحتمال يفوت أو يقول لك أنا نسكن مواطني؟ هنا التوازن يكون يعني مش في صالح الموارد المائية. ولكن لما نشوف هكذا المشاكل اللي راهي صارية بعد الظاهرة الأخيرة تاع الفيضانات لعدة مدن، هنا ممكن يكون توعية، ممكن كلمة ممثل الموارد المائية تكون أقوى، بما أنه يعني يحث ويقول بلي هنا كاين تهديد. يعني نتمنى من المستقبل أنهم يدعموه ويدعموا هاد القرار اللي صدر عن طريق قانون والقانون ما خرجش وحده، يعني لابد أنهم ياخذوا بعين الاعتبار في المستقبل هاد القانون وهاد القرارات من طرف الموارد المائية. كل هذه المشاهد تخالف القانون وكالعادة مراسلات إلى الجهات المحلية لكن بدون أي فائدة. شكو حطينا في البلدية وحطينا في الهيدروليك اسمها عندها واحد كان جور هكذاك ما كان والو. مخالفة بالجملة لقواعد البناء خاصة ما تعلق بالبناء على جيوب الأودية أو سرير الواد بحد ذاته. أقول دائما وأقولها بأن الخطأ كان بشريا، هي ليس خطأ الأقطار والأمطار. الآن من استولى على تلك الضفاف، من بنى بطريقة غير شرعية، من تم تسوية وضعيته في إطار تلك القوانين قوانين التسوية، هذا الأمر اللي أدى بنا إلى حالة الفوضى العمران التي فاقمت من هذه الأزمة وفاقمت من هذه الكوارث. وأقولها وأعيدها بأنه ليست سبب بأنه في سنة 2018 في خريف 2018 أنه تساقطات مطرية وكأنها لم تسقط من الجزائر منذ خلق سيدنا آدم، لكن التساقطات المطرية هي تساقطات عادية، بالعكس هي عرت حشاشة ما تم إنجازه من بنى تحتية. مسؤولية كبيرة يتشارك فيها الكل ومسؤولية ثقيلة يتهرب منها البعض، وفي ظل تنامي ظاهرة البناء على الأودية حياة المواطن رهن الخطر الدائم.